بسم الله الرحمن الرحيم. أختي المناضلة، أخي المناضل، لا يسعني إلا أن أحييكم على تضامنكم ووقوفكم يدا في يد من أجل المطالبة بحقوقكم المشروعة التي يرى الجميع أن تصرفات المسؤولون تجاه أناس كانوا بالأمس القريب يعتمدون عليكم كمادة خام وكأعمدة لتحقيق مصالحهم ومبتغاهم. وها نحن اليوم نعيش هذه الحالة المسرية اللا إنسانية أنتم السبب فيها. رميتم بجنود كنتم تعتمدون عليهم في كل محنكم السابقة من أجل تحقيق أرباحكم وتحقيق مبتغياتكم، وها هم الآن متشردون مصير 168 عائلة، ليس فقط 168 شخص بل 168 عائلة. وراء هذه الأشخاص هناك أناس آخرون، هناك أطفال رضع، هناك مرضى، هناك ديون. كفاكم استهتارا، لا تستغلوا ظروف الناس من أجل سلب مستحقاتهم وحقوقهم. نحن في بلد القانون وهذه حقوق مشروعة. نحن لا نطلب، لا نريد شفقة، لا نريد منحة، لا نريد صدقة. نحن هنا وسنظل حتى ننال حقوقنا كاملة مكمولة. ومن هنا نناشد المسؤول السيد والي مدينة أكادير لاتخاذ التدابير اللازمة لإنصاف هؤلاء المطرودين المفصولين عن عملهم. أين أنتم من المبادئ؟ هكذا تتعامل الإدارات مع أعمدتها بالأمس القريب؟ هذا عيب، هذا عار. وكونوا أكيدين، عرق هؤلاء الأشخاص لن يذهب عبثا، وإيماننا قوي بالله سبحانه عز وجل ونعم بالله. ونحن سنبقى صامدين 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 إلى أن ننال كل مستحقاتنا القانونية لا أقل ولا أكثر. وتحية نضالية جميع الإخوان والأخوات.